فقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق قل خير قول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثن عليهم وامدحهم لأنهم يستحقون هذا، يستحقون المدح والثناء، ولا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الرافضة قبحهم الله، أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة. نعم. ولا تك طعانا تعيب وتجرح كما تفعل الرافضة، كما تفعل الرافضة والخوارج. نعم.